أي الفريقين خير مقاما؟ أي الفريقين خير مقاما؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله. فضل حي. فضل. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ناصر المستضعفين إذا التجأوا إليه، ومؤيد من تمسك بدينه وحرص عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما قضاه وستره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا رحمن الله وإياكم أن أجسامنا على النار لا تقوى. أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ فجر التاريخ وأعداء الإسلام يحاولون بخيلهم وبرجلهم أن يئدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مهديها. منذ فجر التاريخ حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان، بلال بن رباح، عمار بن ياسر، أبوه وأمه، وخباب بن الأرت، وغيرهم كثير، ولكنهم كانوا أقوياء ثابتين على الحق بإيمانهم ثابتين. عجزوا كفار قريش أن يئدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينالوا منها، والله تبارك وتعالى ناصر لهذا الدين مهما علوا ومهما تجبروا على ديننا. أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث سيدنا تميم الداري من حديث أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، أي دين الإسلام. والله تبارك وتعالى لن يترك بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. اسمع: بعز عزيز أو بذل زليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فالله تبارك وتعالى جعلنا أمة أعزة، وجعل المؤمنون أنهم تبارك وتعالى جعل فيهم أهل العزة وأهل الرحمة. قال رب العالمين تبارك وتعالى بعدما بين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث يتجدد على مر العصور والأزمان، انتهاك الحرمات والمقدسات، بل والبشر وحقوق الإنسان وغيره إن شئت تحدث. إنهم انتهكوا المسجد الأقصى الحبيب، المسجد الأقصى الذي هو كان أول قبلة للمسلمين، هي كان أصل للعبادة، أصل لعبادة الله تبارك وتعالى، قبلة المسلمين الأولى، مسرى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، أولى القبلتين، ثاني المسجدين، ثالث الحرمين، إنها معراج محمدي، وإنها عهد عمري رضي الله عنه وأرضاه. قبلة المسلمين انتهكت، بل أكثر من ذلك أنهم جاءوا على من كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى في ذلكم المسجد. إنهم قتلوا الأطفال، قتلوا الرجال، قتلوا الشيوخ، قتلوا النساء، لم يرحموا طفلا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة عجوزة. أي دين هذا؟ وأي عقيدة هذه؟ وبأي دعوة ينتهكون الحرمات؟ لماذا سفك الدماء؟ لماذا يسفكون دماء الأطفال الذي لا ذنب لهم؟ لماذا؟ إن كل هذا لم يكن أبدا في أي شريعة ولا في دين، بل إن في شرعهم الذي يجب أن يؤمنوا بهم نبي الله موسى عليه السلام، الذي جاء برسالة وبشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبشر من بعده نبي الله عيسى عليهم جميعا
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى الذي دعا فيه نبي الله داود، نبي الله داود عليه السلام دعا دعوة بأنها تكون ثلاثة، ومنها أنه ما يدخل المسجد الأقصى إلا وصلى فيه أحد وغفر الله تبارك وتعالى له ذنبه ورجع كيوم ولدته أمه. إنه المسجد الأقصى الأسير، إنه قبلة المسلمين، لا يحتاج أبدا إلى دليل ولا إلى برهان، بل الكل يعلم الحق ويرى أهله، ولكننا نتغافل عن الحق وأهله. أحبة رسول الله، على الوجه الآخر نرى بأنهم من دنسوا ومن ارتكبوا الحرمات ومن انتهكوا الحرمات ومن بعثروا الدماء، ترى وتسمع أنينا في ذلكم المسجد الأقصى وعلى أرض فلسطين خنجر كأنه مغلوم في قلب الأمة الإسلامية، وينزع آنذاك ثم يطرح مرة أخرى، أطفال قد شردوا ونساء قد رملوا، كم من طفل شرد وكم من امرأة رملت، انظروا واسمعوا أنينا المسجد الأقصى وفلسطين وغزة، تروا بأنه تحت كل حجر وتحت كل شجرة ما هي إلا جثة، وما هي إلا دماء مسفوكة، وما هي إلا حرمات منتهكة. فلنتقي الله ولتراجعوا إيمانكم ولتراجعوا دينكم إن كان لديكم إيمانا وإن كان لديكم عقيدة. إن نبي الله موسى عليه السلام بين بأنكم ما آمنتم إلا ببعض إيمانه وببعض رسالته وببعض دينه، ثم أخذتم ما تهون من الدين وتركتم الآخر. فإنهم هم الذين يؤمنون بنبي الله موسى ولم يؤمنوا بنبي الله عيسى ولا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وعليهم جميعا أزكى السلام. أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أهان وأستباح، لا أمتلك إلا الصياح، أنا ميت في المساء وميت عند الصباح. إنه المسجد الأقصى الأسير، ما علينا إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله، أن نلجأ إلى الله ولو بدعوة صادقة في صلاتك، أنك ترفع إلى الله تبارك وتعالى أن يرفع الغمة عن الإسلام والمسلمين، أن ينصر الإسلام والمسلمين، أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. انظروا إلى جرمهم وانظروا إلى ما قد وصل إليهم، أنهم كانوا ينتهكون حرمات الله تبارك وتعالى إلى حد الذات الإلهية تبارك وتعالى. حاشا لله، قالوا في الله تبارك وتعالى ووصفوه بالبخل تبارك وتعالى، فقال ربنا جل شانه في شانهم في سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ديننا دين السلام، نبينا نبي الرحمة، لا تعتدوا أبدا على من كانوا هم في سلم وأمان. إن المدنيين وإن من هم يأمنون في بيوتهم ويأمنون في وكر عبادتهم وفي محاربهم وفي محراب مسجدهم الأقصى لا يأمن مكركم أبدا إلى هذا الحد، وإلى هذا الحد بأنكم تقتلون الأطفال بأي ذنب يقتلون. والله تبارك وتعالى ناصر لهذا الدين، لا محالة، ناصر لهذا الدين، كما بين نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنها لا تقوم الساعة إلا وأنه ما من حجر ولا شجرة بأنها إلا وتنادي ورائي يهودي تعالى فاقتل، ويذهب المسلم ويقتل اليهودي من كان وراء الحجر والشجر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بهم، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، اللهم إنهم لا يعجزونك فعليك بهم. انصر دينك وكتابك وسنة نبيك والمؤمنون وهم عباده، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على من ظلمنا، وآخر
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك. بسم الله ما شاء الله. الحقيقة في الأمر ده بالذات نحن على يقين جازم أن الله تبارك وتعالى سينصر دينه بنا أو بغيرنا، وأن هؤلاء الإخوة في غزة، غزة العزة والكرامة، إن شاء الله إن شاء الله هم مرابطون وسينصرهم الله. وتعرف مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب، إن شاء الله النصر للإسلام والمسلمين بإذن الله.